يحصر الجيش السوري تقدمه في جنوب دمشق في إطار عملياته العسكرية لطرد الإرهابيين من المنطقة. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، فإن وحدات من الجيش بإسناد من سلاحي الجو والمدفعية واصلت تقدمها في عدة محاور بمنطقة الجورة والعسالي والحجر الأسود جنوب دمشق بعد كسر تحصينات الإرهابيين الأساسية في المنطقة، لافتة إلى أن القوات كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة في الأفراد ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.